بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء احنا بلشنا كان المشفى هنا ناس تبرعونا بأرض يقارب 7 دواني، 7 دونم، شايف؟ و7 دونم هذا مسوهم شبابنا بالخليج المغتربين على نفقتنا إن شاء الله. وهذه متوسطة من العشيرة، عشيرة أشعفة، مبنى مشفى عام الأشعفة العام، اسمه مشفى أشعفة العام. هذا يغطي من السوسة إلى تقريبا إلى قفا إلى هجين مثلا، هذا يغطيها لأنه عام وكبير، يعني تألف من 3 أدوار أو أكثر. فهذه كلها تعال نفقتنا، نفقة شبابنا، وأشعفة إن شاء الله دعمها قوي وإن شاء الله. والنوبة الأخرى إحنا ما تكفينا مشفى واحد، حتى مشفيين صار عندنا، في مشفى ثاني صار عندنا باخر أشعفة بالوسط هناك، هذا وسط أشعفة كامل، مشفى أشعفة العام. معكم الأخ أبو سلطان متعهد المشفى، موقع 6000 متر مسطح، يقوم عليه مبنى 1000 متر مسطح. بإذن الله إذا ظل الدعم مستمر خلال من 4 لـ 6 أشهر يكون خالص عظم بإذن الله. وإن شاء الله المشفى هذا يخدم المنطقة كاملة من الباغوز إلى شحال بإذن الله.